اوكي هلا والله حبايبي، هلا والله بالبنشاويين. رجعنا لكم بحلقه جديده من حلقات جراند جايز. حلقه اليوم على اساس اني اسوي محاولاتي، انا محاول يعني افتح سياره بعد مليون محاوله، وارجيكم كيف انه حظي جدا سيء. بعدين اسوي دوم هيست. عاد تابعت فيديوهات كتير وجربت جلتشات كتير، والناس على الانستغرام نجرب مع بعض. المهم اليوم بالصدفه دخلت على السياره، حتى انه راح تشوفوا انه يعني الرياكشن اول شيء كان عادي بيض تمام، وضل بيض بكل الاحوال. فهمتوا شلون؟ وكيف ربحنا السياره وعدلنا. اوكي انا احرق عليكم الفيديو هيك. اوكي وجربنا الشغلات الجديده. خلاص احرق الفيديو شباب. اوكي خليكم مع الفيديو، اعطونا لايك وشير وخلينا نبلش. اوكي اول شيء راح نشوف محاولات القديمه مع السيارات القديمه لسياره الاسبوع يلي نزلت من يومين، فراح تشوفوني كل مره بلبس، وحتى يمكن في منهم بالبثوث صورناه. المهم تخبيص شباب، راح احط لكم المحاولات على السريع كلياتهم. من بعدها نزلت سيارة الفالنتاين الحمراء، وكنت قاعد عم بحكي مع حالي أنا أحب نفسي، راح أهدي نفسي هاي السيارة اليوم. أوكي صراحة هاي فتحت لي ما بعرف ايش هي، بس فتحت لي شغلة. اللي يعرف يكتب لي تحت بالتعليقات شباب. سيارة ضلت تحصر، بدي اربحها يا اخي. حتى عيد الحب سيارة ما ربحت، سيارة على عيد الحب ما ربحت كمان يا جماعة، ما اعرف حتى سيارة ما ربحت عيد الحب. اقول انت شب مصراتي مع سنك. والله بكرة راح احاول اخر محاولة قبل الفيديو، لان بكرة حنزل فيديو جراند تمام، راح احط كل المحاولات اللي حاولتهم. اذا بكرة ما بربح هاي السيارة شباب ما راح اسوي شيء، راح اشتريها بس. ايبو تاني يوم ربحت لبس شباب. نجرب نحط الجويستيك معنا اليوم. غيروا سيارة الفالنتاين وانت ما تجي بدي اخذها. يلا شباب بنربح هاي. اوكي اوكي شباب بنربح السيارة، ما في مشكلة، ما اشبش السيارة كويسة، ماشي حالة شباب، مع انه يعني اتوقع عندي اياها. يلا نربحها شباب. اعطيني ار بي، يلا اعطيني ار بي شباب. والله كل الفيديوهات صايرين هلا حتى بالمايستري طلع لي ار بي، يعني حتى بالمايستري جفت ربحت ار بي. العين هديه يعني العشوائيه. نايس اوكي. امبارح بالضبط جربت محاوله وكنت يعني على وشك اني اربحها. او ماي جاد على وشك. وجينا اليوم لليوم الموعود اللي كان منتظر. دخلت اول شيء على اللوبي، ولكن على حظي اللوبي كان مليان. كان مضمون يطلع، لانه اتوقع راح تكون مستخدمه. بصراحه ما خطرت باللوبي، طلعت من الاونلاين وقلت اني فوت لوحدي افضل. وحانت اللحظه المنتظره. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Get it right, got five on it. Oh my god! Oh my god! Oh my god, guys! او ماي جاد. شوفوا حتى في اي منهم يعني منظر بيقرب، اي نو راح تشوفوه، وماني مظبط وضعي ابدا، يعني انه فايق اليوم عم جرب. اوكي يلا زاك اضربك. خليني نكبل الكاميرا شوي. وينه 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 وينه؟ لا اصغر كذا عشان ما تخافوا. اوكي انه فايق اليوم انه اوكي يلا خلينا نجرب الحظ. فهمت كيف عم كتر يعني اسوي بلكي مليون سبيني، والحمد لله اكتشفنا جلتش الار بي وجلتشات ثانيه. بات وات؟ او ماي جاد جايز. راح نروح ناخذ اول شيء نسويه انه راح نعدل السياره لاخر تعديله. شفت حق السياره تقريبا مليونين ونص. اوكي انا المصاري يعني اوكي بتعرفوا انتم، اوكي بتعرفوا يعني ابو حده لا يسال. في شغله ثانيه كمان شفتها عن ممكانه عم يسويها. خلينا نسوي الكاميرا اضاءه، ومشان ما حدا يقول لي ليش ما كان في فيس كام بالبدايه، لانه كنت عم صور عني فيديو تجربات او ضربات يعني عشوائيه. وقت ربحت السياره مباشره شغلت برنامج الاو بي اس وشغلت الكاميرا. اوكي شباب حتى السياره يمكن حطيتها ببيتي، وانا ببيتي ماني حاطط ولا سياره لهلا، حرفيا ماني حاطط ولا سياره.
بصراحة كنت حابب بس أكون يعني أورجيكم الرياكشن لأول وقت تربح السيارة. هذاك الرياكشن اللي كان حلو، فهمتوا كيف؟ مو هلا وات. أوه ماي جاد جايز. أوكي أنا وين عندي بيت؟ أنا أتوقع إني شلفته ببيتي وأنا ما أعرف وين بيتي. هذا بيتي، الحمد لله ما عندي غير بيت واحد. في شغلة تانية كمان، في شغلة تانية كمان قالوا شباب إنه في سيارة بتحسن تاخذها مجانا أول ما تفتح العرض. هيك سيارة لونها بنفسجية مبينتها حلوة. إذا سويت أي مهمة من مهمات الكازينو بتاخذ سيارة مجانية جدا حلوة ورائعة. السربرايز. وأخيرا بعرف كيف أوصف كل شعوري. والله في عندي سيارات كمان. ديم يا الهمر، ديم يا الحلو، ديم جديدة نازلة ولا ما اعرف شيء عن السيارة. انا ما كتير يعني اقرا الشغلات اللي نازلة. اول شيء نروح نعدلها، وثاني شيء بدي اجرب حظي بالنبتة الجديدة تبع الحيوانات اللي نازلة اللي شفتها عند ممكاله. هو قضاها كل الفيديو يتحول لكلاب. ما اعرف اذا الابديت هو بشكل عام ممكن يقضي لك اياها كلها كلاب. رح اجربها على كل الاحوال. هلا هي السيارة إذا واحد يشتريها بمليونين ونص تقريبا، خلينا نشوف تعديلتها قديش راح تكلف. كمان شباب عالكل الرياكشن اللي صار لما ربحت سيارة الكازينو، كنت عم بعمل هيك عم اسحب عادي، فهمتوا كيف؟ ويمكن عبيت الشاشة الثانية حرفيا. الارمر 50000 شباب، انتوا احسبوا يعني صار 100000. راح نقول شباب ايش رايكم بافضل لون او احلى لون راح يطلع على هاي السياره؟ يا الهي هذا اللون قديش حلو، عجبني كثير هذا اللون. ذهبي شباب، الذهب الخالص ب50000. مع انه هذاك اكتبوا لي تحت بالتعليقات، مع انه هذاك اللون عجبني اكثر. يعني تقريبا راح نقول صرفنا عليها 500000 يعني ما يقارب، ما اعرف صححوا لي، يعني بين ال 500 والمليون هذا الرقم اللي كان بيناتهم. راح اخذها لوين؟ راح اروح اقارن سرعتها الاركيد اللي عندي، مع انه السيارات السريعه اغلبهم بالاركيد. راح اخذها على الاركيد وقارن السرعات اللي بينه وبين السياره. الله يلعنك. بس احس لسه السياره اللي عندي تهديك تيسلا اسرع سياره، ما بعرف احس سحبتها اقوى شيء. لازم نجربها بشي سباق. او بس لفتها جدا حلوه هي السياره. ان شاء الله يكون عندي بمحل، لانه هون عم جمع سيارات الحلوين كلياتهم، ما عرف ليش واحد بجمعهم بكراج يكون عالي. عبالي راح نبدلها بدال سياره، لا خليه بدل لي اياها بالاوبريسر. اوكي شباب هيك بنشوف سرعه السياره تقريبا هي وشحطه. هلا اسرع سياره عندي هدول، انسى هدول مو سريعات كثير، هدول انا جايبهم مشان يعني بالفيديوهات بنسوي استعراضات احيانا. لا هي ابطا منا طبعا، هاي كراج سياراتي يا شباب يعني تعرفون. هاي كتير بحب هاي السيارة ما اعرف ليش، وجدا حلوة. بس بهذيك السيارة اسرع سيارة عندي هاي، فيني حتى بالعداد اذا بتلاحظ اسرع يعني في فرق بسيط. اسرع سيارة عندي هاي. ناس قالوا لي هاي الزورينتو ما اعرف ايش، قالوا لي هذيك اسرع سيارة، بس انا لهلا اشوف اسرع سيارة هاي. شايفين مالها صوت رهيب؟ هي وقت ادخلها على السباقات بالبثوث المباشره مع الشباب مستحيل حدا يجيبها. اوكي هلا اللي بدنا نسويه نشوف محل النباتات. يا شباب بتعرفوا اني سجلت تقريبا ما بعرف قديش، وعلى اساس اني عم صور وجرب النباتات وجرب كل شيء، واتصل فيني انجلش ديف ورحت على اساس اسوي له اخر مهمه، بس بكل الاحوال جبت العيد لانه هذا اختصاصنا. وعادة ادور على مواقع النباتات، واخر شيء في عندي انا وقت بلعب احيانا بالبث براست في عندي بالكبسه بحط هي الخريطه تمام، وحاطط طول الخريطه بالبث وما مو بالبث عفوا بالتسجيل حاططها وماني منتبه. نايس نايس. على كل حفظت مكان النباتات، راح اجربهم هلا قدامكم على السريع. واحد يعني النباتات جربت نباتين، ما جربت كثير نباتات بصراحه لانه الثالثه ما قدرت الاقيها، بس راح الاقي الثالثه هلا بما انه جبت ام العيد. طبعا شلحوني قناعي بعد ما جربت الحيوانات، ما اعرف ليش مع انه كنت لابس قناع ومظبط وضعي. اللي اول وحده جربتها هي جنب الفاسيلتي، كانت جدا ايزي وسهله، بس بنفس الوقت كانت غبيه بصراحه. حرام راح الرياكشن البيض تبعي. اذا ما زبط بدي ارجع اطلع وارجع فوت على الجراند اونلاين، لانه هي كانت شباب هون، كانت هون
كانت محل معنا وايف بالضبط. معناها شباب خليني اطلع وارجع بالضبط، بلكي يرجع يتصل فينا انجلش ديف. اوكي شباب، نسيت اقول الخريطه اللي عم نستخدمها مشان نشوف النباتات نفس الخريطه اللي استخدمها ممكالو بالضبط. الخريطه مي جدا واضحه، ولكن يعني عبتوفي بالغرض وعطات مي دقيقه حتى 100% وقت بتبعتك، بس انه ماشي الحال بتوفي بالغرض يعني. اوكي رجعنا، ان شاء الله يرجعون النباتات. ما يحصل، خلص النبات اللي اكلتها تروح عليك. معناها شباب اللي اذا اكلتها تروح عليك، اوكي. معناها حسب تحقيقات الابو كلب، اذا اكلتهم كلياتهم لازم يعطوك شيء. معناها في طلب من وراها انه تاكلهم، يطلع لك شيء. مثل السيارة الجديدة شباب اللي نزلنا اليوم، اذا بتسوي اي مهمة من مهمات الكازينو بتطلع لك سيارة بتربحها، سيارة جدا حلوة لونها بنفسجية شفتها. او ماي جاد، ما عندي ولا اوبريسر، لازم يكون عندي اوبريسرين. نطلب هلا هذا الاوبريسر التسليكي لبين ما دول، لانه ما عم بيردوا علي. اذا هي 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 اخوي 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 هي. اذا ما رسبنت معناها نظريتي مظبوطة. والله شباب ما رسبنت. اللي تاكلها كان هيك يعني، ما في من امهم فايدة الحيوانات. معناها كل واحد لازم يحفظ مكان النبتة اللي عم ياكلها. ايوه في شغلة تانية صارت معي كمان شباب، اكتشفت انه النبتات حتى بعد ما تاكلهم مو ضروري يحولوك حولوني لخنزير. اوكي رح اخذ وحدة تانية قريبة شباب، في وحدة تانية موجودة بالضبط هون. شوفوا شباب، شوفوا الحركة، شوفوا 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 شوفوا. يا اخي فنان شباب، هي لازم تكون هون. هذيك هي شيء، مشكلة منظرها بيكون غريب وقت تكون على الارض. هذيك خريطة جدا غبية، نفس خريطة استخدمها ممكالو مثل ما عملكم. في خريطة ثانية كانت مرقمة ارقام يعني بالترتيب انه كيف تجيبهم مشان تكون عليك اسرع. اللي بده مثلا يفضي لحاله يوم كامل مشان يجيبهم ويحفظ ما يخربط بيناتهم. جيب لي الاوبريسر شباب، جيب لي الاوبريسر. ما عارف ليش قبل كان مجحش مع ما راضي يجيب لي الاوبريسر. صار ضباب ونزل مطر يعني مشان ايش يصير وضعك تمام. شباب مش شطط ام المنطقة وما كانت اشوفها. والله قهر، حرام اللي كنت مجربهم قبل كانوا جدا حلوين. ارنب وخنزير يعني. في وحدة تانية قريبة بحاول اجربها، بس هي لازم تكون سهلة لانه حاططها انه هون يعني محدد مكانها بمربع. هي صايرة مثل مربعات سكنية موجودة ضمن مو مربعات سكنية، اوكي. بس انه لازم تكون هون، اقسم بالله اذا ما تلتقى هي كمان ما راح اسوي شيء. شباب والله حرام يعني، لقيت الاول اثنين لقيتهم ايزي مع انه كانوا. لقيتها هي شباب، لقيتها واخيرا. ان شاء الله يكون عم يصور، اتاكد من برنامج التصوير. لو ما عم يصور كمان كنت ببكي. صوت كلب. او ماي جاد، صوت الكلب الكيوت اللي حبه من قالوا نو. ايش اسوي بالكلب طيب؟ يعني انا ايش اسوي بام هذا؟ لا هي بس مثل ما حكينا شباب، اوكي انا متاكد 100% مثل ما حكينا الخطه كالتالي، انه لازم تجمعوهم كلهم. شوف اذا رسبانوني فوق، اوكي نايس. خلينا نجيب الاوبريسر. شوفوا شباب كل ما ترجع حتى بيقلعك من الشركه. انجلش ديف اتصل فيني. تعرفوا في وحده موجوده هون بالمطار، عجب ايش بيحولني، لازم يحولني لطياره. والله في كتار بالمطار على فكره، مو في كذا وحده بالمطار، بس بجرب انا وحده. هي صايرة على حكيهم هون على زاوية المطار. عرفتوا ليش ما في حدا بيسوي؟ هي لقيتها شباب، لقيتها. خلص انسى، كنت اقول لكم عرفتوا ليش ما حدا بيسوي فيديوهات عليها؟ قد ما يعني اذا تلاقيهم كلهم تكون اسطوري انت. لسه اللي جوا المي اللي حولوك للسمكة. كمان كلب، كمان كلب. ايش بسوي بالكلاب انا؟ ايش بسوي بالكلاب؟ بدنا حيوان. اقول طير اخوي طير. فاضي شوي عم صور. والله ربحت السيارة تبع هذا. ربحتها؟ ياااااام لأول مرة؟ لا بعد 5 ملايين محاولة ما عم جربت واحد جديد كان مسوي، جربته وزبطت. نايس. اوكي جايز. ماشي. طلعها فضحتنا. اوكي رح اجرب اخر وحده لانه الفيديو صار كمان كله كلاب.
ولكن اذا موبل بريسر صعب تلاقي على الرجلين، صعب تلاقي صدقني، وكل مره لازم ترجع لما تلاقي البريسر يعطيك وقت يعني. مكانها جدا جدا غبي، حاطط لك بهذا المكان. وين جوا تكون شباب؟ عندهم جوا شباب؟ عندكم نبله؟ عندكم نبله؟ عندكم نبته بتحولكم لحيوانات؟ شغله هون شوكولات يعني، تحبوا تاكلوا؟ والله شكلهم كلاب، انا من وضع شفت هذا انا اتوقع تحول لك كلب. ما شباب اذا مو بريسر وغطيت المنطقه مزبوط انسى. وين النبته اللي بتحولني لكلب؟ We gon' make the dang go, we gon' make the dang go, we gon' make the dang go, don't stop, we gon' make the dang go, we gon'